في هذه الأثناء أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي أن المعركة ضد داعش ما زالت طويلة، فيما دعا إلى التعامل مع العراقيين كمواطنين بعيدا عن التوجهات. وقال الأعرجي في كلمة ألقاها خلال حفل أقامته كلية الشرطة بمناسبة تخرج دورتها 64 إن على الجهات المعنية في وزارة الداخلية الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين. لا تلتفتوا إلى أي توجه آخر، تعاملوا مع المواطن العراقي مواطن العراقي بعيدا عن دينه ومذهبه وتوجهه وأفكاره، له حقوق وعليه التزامات، وسنكون سند لكم ونرعاكم ونشد على أيديكم. فعلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى والمعوقين، ولن نقبل ولن نتسامح بأي تقصير مع هؤلاء الأعزة. فما زالت المعركة طويلة، الانتصارات متلاحقة، والثقة بالأبناء كبيرة. وعلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية وباقي الوزارات أن تهتم بعوائل الشهداء وبالجرحى وبالمعوقين، وأن نقدم لهم كافة التسهيلات. ويجب أن يطمئن الجميع أن هذا الوطن هو للجميع.